إذا الآن راح نحط لهذا السيستم الفيرست أوردر سيستم راح أحط له زيرو أوردر هول وراح أطلع هلا أضرب الزيرو أوردر هول ترانسفير فانكشن في هاي ترانسفير فانكشن لأنه في شيء بينهم سامبل. إذا بدي أطلع الآن زد أو إتش جي بي إس وتساوي زد أو إتش أوف إس مضروبة في جي بي أوف إس وتساوي راح أضرب الاثنين في بعض مش هيك ببساطة بصير عندي 1 ماينس إي تو دي إس على إس مضروبة في 1 على إس بلس 1 وتساوي 1 ماينس إي تو دي ماينس إس 1 على إس بلس 1. هلا بدي أطبق الزد ترانسفورم على هذا بدي أحوله للزد ترانسفورم راح أعمل أول شيء هون partial fraction expansion نعمل إذا partial fraction expansion فبصير عندي Z O H G P S يساوي 1 minus E to the minus S راح أخليها برا وجوا راح أعمل partial fraction expansion A على S زائد B على S زائد 1. الكل فاهم شو partial fraction expansion شو بحول هذا؟ ليش بعمل partial fraction expansion؟ مفيش عندي شيء مباشر أحوله من هذا للZ domain بس في عندي الشكل هذا مش بعرف الشكل هذا ممكن أحوله والشكل هذا ممكن أحوله. إذا خلينا نشوف هلا هون ايش اسرع طريقة راح اضرب الطرفين الان هذا يساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس مضروب في 1 على اس اس بلس 1 راح اضرب الطرفين في ايش؟ في اس اس بلس 1 اذا ضربت هاي الجهة في اس اس بلس 1 راح تصير عندي اس بلس 1 في اي زائد اس في بي شو بتساوي؟ بتساوي 1 مضبوط؟ ضربت الطرفين لان ضربت الاس بلس 1 راح ايش اسرع طريقه اطلع الان مثلا حطها زيرو شو بيطلع معي ايه ست اس بتساوي زيرو بيطلع معي ايه بتساوي واحد مش هيك وبعدين ست ماينس 1 اس بتساوي ناقص واحد شو بيطلع معي بيختفي هذا من هون بصير عندي ناقص بي بيساوي واحد اذا بي بيساوي ناقص واحد ماشي واضح كيف عملنا هون عملنا partial fraction expansion نرجع لهاي صارت عندي z o h G P S بتساوي راح أوزع هذول 1 minus E to the minus S وجوا إيش بكون عندي؟ 1 على S ناقص 1 على S plus 1. هلا بدنا نتذكر الإنفرس خلينا نكتبهم هون عشان ما نلخبط حالنا 1 على S كان يقابله Z على Z minus 1 مظبوط تأكدوا لي والله إذا أنا غلطان هذا طبعا مش من التايم دومين للزد دومين من الاس دومين للزد دومين مظبوط زد على زد ماينس 1 وعندي 1 على اس بلس 1 يقابل بالزد دومين زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي بس تي بالحالة هاي قديش؟ 1 إذا هو محل هاي راح أحط إذا هلا بقدر أحول هاي للزد دومين وهاي للزد دومين أنا في شغلة تريك عملتها ما بررتها مظبوط لأنه هاي لسه مضروبة بس انا راح احول هاي 1 ماينس ايش اي تو ذا ماينس اس او ايش اي تو ذا اس تي؟ شفت برضه في 1 بس شو بقابلها بالزد؟ ماينس اس متذكرين؟ ايش كانت زد بتساوي؟ حطينا زد هنا شو بتساوي؟ اي لا حطينا اذا بتتذكروا زد قلنا بتساوي اي تو ذا اس تي حطيناها اول ما بدنا نشتغل اذا اي تو ذا اس تي شو بتساوي؟ زد e to the minus st شو بتساوي؟ z minus 1 إذا هاي e to the minus st مضبوط لأنه t 1 هاي بتصير 1 minus z فبصير عندي هلا z o h g p او ايش هلا؟ او z بدها تساوي هاي راح تصير 1 minus z minus z وعندي هون ايش راح يصير؟ 1 على s راح تصير z على z minus 1 minus ايش عندي بعدين راح يصير؟ هون 1 على او زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس بتكونش ال 1 ماينس زد ماينس 1 ماينس 1 ايش معنى 1 ماينس زد؟ زد مضروب في ماينس 1 يعني واحد ماينس 1 عشان ماينس ستي واحد ناقص 1 الزد الاولى هاي الزد الاولى ايش معناها؟ هاي ماينس 1 عشان الاي تو ذا ماينس اس تي بتساوي زد ماينس 1 اي تو ذا زد ماينس 1 اسف اسف صحيح صح طيب عندي هلا هون بدي اكمل هلا بدي اضرب هذول الطرفين اذا ضربنا هذا الطرف في هذا الطرف لاحظوا واحد في زد شو بتعطيني؟ زد زد ماينس 1 في زد شو بتعطيني؟ واحد
على زد ماينس 1 ناقص 1 في زد تعطيني زد ماينس زد ماينس 1 في زد ماينس 1 زد ماينس 1 على زد اي ماينس زد ماينس 1 على زد ماينس 1 قديش؟ 1 بس عندي 1 ماينس زد ماينس 1 على زد ماينس اي تو ذا ماينس 1 نجمع هذول الاثنين زد ماينس اي تو ذا ماينس 1 يصير هون زد ماينس اي تو ذا ماينس 1 ماينس زد بلس 1 زد بتشبط مع الزد شو بصير عندي؟ 1 ماينس اي تو ذا ماينس 1 زد ماينس اي تو ذا ماينس هاي عبارة عن ايش؟ زد ترانسفورم زد ترانسفورم لمين؟ للزيرو اوردر هولد ان سيريز ان كاسكيت مع فيرست اوردر سيستم هذه هي عبارة عن ترانسفورم